السلام عليكم. صحة رمضانكم، صحة فطوركم. بون نهضروا شويه على رمضان في الغربه، والناس اللي كاين ناس بزاف تشوفها كواحد في الغربه تتعاطف معانا، تقول لك او مسكينك في الغربه ربي يكون معاك بون صافي بليزير تاع واحد يتعاطف معاك ولا بصح. شغل رمضان هكا في الغربه ماشي زعما لهذيك بهذيك السوء ولا كيما شغل بلي رانا في حبس ولا رانا مغبونين ورانا نباتو نبكو ولا عفسه كيما هذيك. نو هذيك كاين بون كاين عباد اللي جايين شغل قلبهم شغل باش كيفاش نسميه قلبهم كيما يقولوا حساس بزاف، تلقاه يلحق رمضان مخبي ما كاش قلب اللوز ما كاش ما كاش وش يسموه هنا يا شربه تاع يما. نو خويا راك في غربه، راك في غربه. الاصل انك تصوم رمضان، تصوم رمضان تصلي دير واش لازم عليك، ماشي الاصل انك تاكل شربه ولا تاكل بوراك ولا شوفو. اذا كي تكون في الغربه لازم تكون ارقاز، تبيش ما تبيش تولي عندك كما يقولوا الكبده تاع الجاجه. نو ماشي هكذا خو، راك في غربه اتكل على ربي و كل واش لقيت، كل واش لقيت، لقيت الشربه كل شربه، لقيت الخبز كل الخبز، لقيت الروز في الجامع كل الروز في الجامع، وتكل على ربي. وهذه هي ماشي لازم الحياه هذيك اللي عشتها في الجزائر تحب ديرها تكوبيها هنايا، ولا ما قدرتش تكوبيها هنايا خلاص راح يطيح لك المورال. وانا نو 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 خويا، رمضان والصح فيه انك تصوم، هذا هو الصح. ماشي الصح فيك انك تاكل شربه ولا تاكل بوراك ولا زلابيه ولا تسهر مع فاميلتك. نو 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 وكراني نهضر هكذا صافي بادر بلي كان زعما ما نحش ولا جامي ولا ما نتمناش تكون مع يما ولا نكون مع اهلي. لا في الاول كنت هكذاك العام الاول دوزيام تاع دوك راني مجوز رمضان الثامن هنايا، لان خلاص هذيك العقليه. ومام كنت نفكر برك فاش كنت في الجزائر، كنت في الجزائر بلا خدمه واش ندير رمضان كيفاش نجوزو في اللي سهران حتى الفجر نصلي، وبعد راك تويت لا جورني حتى الربعة الخمسة نوض هكذايا نشوف يما واش طيبت كي البهلول ناكل من بعد نعاود نخرج كيف نسهر نصلي كذا. اذا ما كما يقولوا ما توحش هذيك الحياة وين ما عندي لا خدمة لا هدف لا والو غير رمضان راني قاعد في طابلة مع يما وخاوتي والشيخ الله يرحمه. نو ماشي هذاك خويا، رمضان عادي نورمال راك خدام في النهار، عشية تفطر تروح تسهر شوية كذا، غدوة من ذاك عندك هدف وهي رايحة. وإن شاء الله إن شاء الله ما إن شاء الله تكون فهمتوا المقصود تاعي، وإن شاء الله ربي يسهل رمضان هذا على كل واحد، خاصة خاوتنا اللي في الغربة وخاصة الجدد في الغربة.